ال11 يا جدعان، ال11 الاهلي بيحقق النجمه ال11، البطوله ال11 للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. الحمد لله الحمد لله، فرحتي عامله زي فرحه ماتش الاهلي والقضيه ممكن كده بتاع الزمالك. الحقيقه فرحه لا تضاهيها فرحه بجد، وده مش خوف ولا ان انا كنت خايف من الولاد مثلا خالص، فرحه علشان الاهلي حرفيا انتصر على الاتحاد الافريقي. معلول معلول رغم كل الضغوطات اللي عليه بيكون سبب في انتصار الاهلي بالنجمه ال11. راسيه عبد المنعم بتعيد الهدف الجميل اللي سجله في الرجاء ويكسب الاهلي بفضل ولاده وبفضل الله سبحانه وتعالى. الحكم لك تسمى، يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني حاسس، عارف انت الشياط كان فاضي يطلع الشياط كده بعد الماتش، كان مديهم يجي 10 دقايق ولا حاجه، كمان فوق ال 8 دقايق. ولقطه الشناوي ومصطفى شوبير، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده في الكوره مع امام. اعزائي المشجعين، اعزائي المشاهدين والمستمعين والمستمتعين بماتش النهارده، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات الكوره مع امام. النهارده كلنا شفنا النادي الاهلي بيحقق النجمه ال11 بعد مصابره وصبر طول اللقاء على، عايز اقول، فساد التحكيم وفساد الحكام في افريقيا. افريقيا بتعاني من الحكام اللي فيها، للاسف كورتين، للاسف الفار ولا هو هنا، الفار نايم وحرفيا ما اعرفش هو تم بيتفرجوا على الماتش، كانوا واخدين اوضه في الاستاد كده بيتفرجوا فيها على الماتش بس مش اكتر. الحكم طبعا ودن من تلو ودن من عجين، كروت الصفرة بس للاهلي، والودان بتضرب وتخش بغشومية ومفيش خالص، مفيش اي احتكاك معاهم خالص، وبيدي كروت الصفرة للنادي الاهلي في الاخر. بس ربك ربك بينصر اللي بيجتهد واللي بيأدي في الملعب وبس، واللي بيجتهد على الكرة وبس، مش بيجتهد برا الكرة. لروح بقى يقف قدام فندق ويعمل تجمهر ويزعج اللعيبه، ولا ياخد مساعده من الحكام، ولا مساعده من الاتحاد الافريقي، ولا مساعده من معرفش مين. لا، ده النادي الاهلي اللي بيتكبر على الكوره، النادي الاهلي بيعرفه يعني ايه هو قيمه وقامه النادي الاهلي. فاكرين الجون اللي دخلوه فينا هناك هنا في القاهره، ان هم كده خلاص خلصوا الماتش وهم فايزين ورافعين كاس ودايرين في كل حته، يقول لك الاهلي هو اللي هيتوتر، الاهلي هو اللي هيشيل قبح، الاهلي هو اللي خلاص ده راحت عليه واحنا هنفوز بالثنائيه على حساب الاهلي. بس سبحان الله ربك بينصرك وبينصر الاهلي على اي حد بيمكر عليه، مكروا عليه السنه اللي فاتت والاهلي دخل دور المجموعات، عفوا الاهلي دخل تاني افريقيا وراح لعب كاس العالم عشان اتعملت في المغرب، وسبحان الله الولاد يخرج والاهلي هو اللي يكمل ويكمل يلعب على المركز الثالث والرابع، وكان قاب قوسين او ادنى ان هو يكسب ويعدي. ولكن ربك كريم وعارف وقادر ان هو ينصر المظلوم وينصر حرفيا اللي الكل بيجي عليه، عشان خاطر الاهلي فعلا واكل الجو، الاهلي فعلا غول افريقيا، الاهلي فعلا واخد نوم ومضيع نوم وسهر وبيسهر الجماهير الافريقيه كلها حرفيا. لو رحت اي بلد الاهلي هتلاقيه مكروه فيها. طب ليه؟ الاهلي فريق كبير، الاهلي فريق يستاهل كل خير، لكن الجماهير في البلاد التانيه بتكره الاهلي، او بمعنى اصح ما بتحبش الاهلي عشان خاطر النادي الاهلي معلم على كل الفرق في البلد. رجاء تلاقي وداد تلاقي، اللي كان بيكسبوا الكونفدراليه دول تلاقي، مش فاكر اسمهم ايه، جيش المغربي ولا اسمهم ايه. فالاهلي معلم حرفين على فرق افريقيا كلها. والحقيقه الاهلي ما بيقعش، ولو وقع هيقوم
ويقوم نفسه، مش محتاج حد يقومه. الاهلي النهارده بياخد البطوله ال11 في تاريخه، كنا نتمناها المتتاليه، ولكن ان شاء الله الايام الجايه كتير والبطولات الجايه كتير ان شاء الله. الاهلي بيزود حصيلته القاريه بطوله كمان، وبيقترب من بطولات ريال مدريد، فكل الخير ان شاء الله. الاهلي رسميا في كاس العالم للانديه الجاي مع الاتحاد السعودي ومانشستر سيتي طبعا اللي كسب امبارح 1-0، والاهلي بيلعب للموسم اللي يعني اهو بيتاهل الماتش المره الرابعه على التوالي نهائي افريقيا، وبيكسب نهائي افريقيا، ولولا التحكيم السنه اللي فاتت كان زمانه كاسب دي المتتاليه، وكانت ال12 مش ال11، ولكن الحمد لله كل شيء ربك بيسبب الاسباب. النهارده ماتش من ماتشات اللي هي تكسب ولا تلعب، تكسب وبس، انت محتاج تكسب. فالحمد لله بهدف النهارده انت اعتبر كسبت، ما خسرتش، يعني تعادل بطعم الفوز. مجموع الماتش 3-2، فانت كده شكرا يا وداد، مع السلامه انت. فخلاص النادي الاهلي النهارده نزل بتشكيل العادي بتاعه، التشكيل الطبيعي بتاعه، ياسر ابراهيم وعبد المنعم، علي معلول، محمد هاني، خط النص كان بيلعب اليو ديانج ومروان عطيه وحمدي فتحي، يمين شمال بيلعب بحسين الشحات واتاو، وقدام بيلعب بكهربا. الاهلي في الشوط الاولاني كان للاسف مش عارف كان فيه ايه بالظبط، يعني ما هو كان عايز ينيم الماتش، كان عايز ينيم الماتش، كان عايز ينيم تاثير الوداد شويه، وحقيقه هو نجح في ده في اول 20 او 30 دقيقه لغايه لما جه الجون، وللاسف مستوى الاهلي كان واقع مع كمان التحكيم اللي الحقيقه بيدي في كل كوره فاول وكارت اصفر للاهلي بلا يعني اي هدف، واللي هو بس عشان يعطل الماتش وخلاص. ويشاء ربك في الشوط الثاني يحصل تغييرات وينزل محمد شريف وينزل عبد القادر اللي الحقيقه يعني حركوا الماتش، وقفشه كمان، وشفنا كلنا طبعا رامي ربيع اللي نزل في الاخر، واللعيبه طبعا عمرو السوليه. فحاجه الاهلي فعلا اتحرك، الاهلي فعلا بتبديلاته دي حرك يعني مارسيل كولر الذكي الصراحه يليه كل الشكر النهارده، والبطوله دي حابب اقول انها اهداء لي. الراجل ده حرفيا عمل مجهود جبار مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي، اذا كان في الدوري ولا في كاس السوبر ولا في كاس مصر ولا في اسمه ايه ده البطوله الافريقيه ولا حتى في كاس العالم. فالنادي الاهلي خلاص ان شاء الله ان شاء الله الايام الجايه هنشوف الاهلي غير، الاهلي هنشوفه مع مارسيل كولر بيبدع في الماتشات الجايه. الاهلي خلاص ان شاء الله في ماتشات الدوري هو الاول، وهو فاضل له كمان كام ماتش مؤجلين ان شاء الله ياخدهم ويكسبهم، وناخد كمان بطوله الشهر باذن الله الشهرين الجايين دول ان شاء الله باذن الاهلي فوق اي حد بيتكبر على الكوره، واي حد فاكر نفسه نادي كبير فوق نادي الاهلي. الاهلي اكبر نادي في افريقيا، واكثر الانديه الافريقيه بطولات، واكثر الانديه العربيه بطولات، فالنادي الاهلي لا يقارن باي فريق على مستوى الدول العربيه والافريقيه، ومش عايز اقول الشرق الاوسط طبعا عشان في ريال مدريد واسبانيا. ف مش عارف، بصوا انا فرحان، والحقيقه المشهد اللي انا شفته في المكان اللي كنت قاعد فيه بيفكرني بمشهد الزمالك والقضية ممكن، فرحه ما بعدها فرحه، وكلمه يا رب اللي بتتقال مع الناس حرفيا جميله، يعني تحس كده انك في الماتش فعلا ومع اللعيبه. شفنا كلنا محمد الشناوي ويعني التضحيه واثاره الغير عليه، وبيدي الجائزه بتاعته لمصطفى شوبير، الحقيقه هو واحد من اسباب فوزنا بالبطوله مصطفى شوبير الصراحه. وكمان طبعا علي معلول اللي ادى مجهود كبير، واللي حاولوا يلعبوا على نفسيته وفعلا لعبوا عليها في الشوط الاولاني ودخلوا جول، ولكن سبحان الله يا شاء ربك علي معلول يكون سبب في فوز النادي الاهلي، ويكون سبب في كابوس جديد لفرق المغرب. علي معلول ابننا وابن تونس الحبيبه. النهارده شفنا كلنا الحكم
بأداء يعني للأسف للأسف بينهم مسيرتهم بفشل ذريع. النهارده الماتش ده يعني الأهلي ليه ضربة جزاء ما اتحسبتش، الأهلي ليه فاولات ما خدهاش، الأهلي عليه كمية كروت صفراء كيدية مش من حق الأهلي ياخدها، وكمية تدخلات من الوداد عليه فظيعة وما خدوش عليها أي كروت صفراء، وكمية تضييع وقت رهيبة الصراحة في حاجة يعني للأسف تتاخد على التحكيم الأفريقي أكتر وأكتر، وهيفضلوا زي ما هما كده طول ما في فساد وطول ما في مصلحة في اللعبة مش أكتر للأسف. وبس حابب أشكر كل اللعيبة النهاردة على أدائها الرجولي، شكرا مستر مارسيل كولر، أنت سبب من أسباب فوزنا بالبطولة دي بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى، في كل الشكر ليك وكل الشكر للعيبة، كل الشكر للجهاز الفني والإداري، شكرا ليكم ودمتم بخير والسلام عليكم.